بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم هذا الطاووس الرائع. حقيقة والله أيها الأحبة، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أي مخلوق تستطيع أن تتأمل أي شيء من حولك، من الذرة إلى المجرة، من الخلية البكتيرية البسيطة إلى أعقد الكائنات البشر. تستطيع أن تتأمل أي مخلوق لتدرك على الفور أن هناك خالقا عظيما سبحانه وتعالى، هو الذي صنع هذا الكون، وهو الذي صنع هذه الكائنات، وقال عن نفسه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظروا إلى هذا الإتقان الهندسي أيها الأحبة. هذا الطاووس حقيقة هو طائر. أنا من خلال هذا الفيديو أحب أن أوجه السؤال لكل من يعتقد أن هناك تطور عشوائي حدث، أو أن هذه الطيور جاءت من بعضها. دلوني من أين جاءت هذه التكنولوجيا المتطورة. يعني هذه كل ريشة من هذه الريش طولها 3 أضعاف هذا الطائر. لا يمكن أن تتوازن. يعني إذا أردنا أن نقوم بعمل تصميم هندسي لشبكة تشبه هذه، نحتاج لوسائل كثيرة لتثبيتها لكي لا تنكسر. هذا الطاووس يفرد هذه الريش، يطير بها، يقاتل بها، ينام بها، يتحرك بها، يأكل بها، ونجد هذا المنظر البديع. سبحان الله، انظروا أيها الأحبة، يعني حقيقة انظروا هذه الريش، هذه كل ريشة رقيقة جدا، ولكن قوة التحمل والتوازن هائلة. لأننا إذا أخذنا مقطعا عرضيا في هذه الريش، هذه سوف نجد تركيب مذهل يجمع خفة الوزن وقوة التصميم وقوة التحمل. سبحان الله، انظروا أيها الأحبة، انظروا كيف أن هذا الطائر يفرد ريشه بشكل مذهل ومتوازن. يعني تصوروا معي فقط للحظة، أنت أيها الإنسان، لنفرض أن طولك 170 سم، مثال، يعني أنا أحب أن أستعين بهذه الأمثلة، وأردت منك أن تمسك بعيدان، كل عود يبلغ طوله مثلا 5 أو 6 أمتار مثلا، يعني ومئات من هذه العيدان. مهما حاولت، حتى لو استخدمنا وسائل تكنولوجية واستخدمنا أساليب وميكانيزمات معينة، لا يستطيع هذا الإنسان أن يوازن هذا الشكل. طب هذا الطائر كيف يتوازن؟ أنا هذا الذي يحيرني بالفعل. هذه هنا، دققوا معي، هذه الرسومات الهندسية أيها الأحبة هنا التي تشبه العين. انظروا إلى تناسق الألوان، انظروا أيها الأحبة، يعني هذه الأعين، هي طبعا هي زخرفة، هي من بديع صنع الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه الدقة وهذا الانتظام وهذه الألوان المتناسقة، لا يوجد شذوذ هنا في هذه الألوان أيها الأحبة. فلذلك يعني والله أنا عندما أتأمل هذا الطائر، لا يمكن أن أعتقد أنه جاء نتيجة ما يسمى بالانتقاء الطبيعي أو الاصطفاء الطبيعي أو قانون الذي تحدث عنه، وهو ليس بقانون طبعا، تحدث عنه داروين في نظرية النشوء والارتقاء، أن هذا مثل هذا الطاووس نشأ نتيجة أخطاء في النسخ. يعني هناك طيور سبقته، تتكاثر هذه الطيور تكاثرت مع الزمن عبر ملايين السنين، في كل مرة يحدث خطأ بسيط. مجموع هذه الأخطاء الجينية أو أخطاء التكاثر أو أخطاء الانقسام الخلايا، هذه الأخطاء أو الطفرات كما تسمى، مجموعها أعطاني هذا الشكل البديع. بالله عليكم، يعني أنا الآن لو جئت بشخص ليكتب لي مثلا قصيدة شعر، وبقي ينسخ ويخطئ ينسخ ويخطئ، هل يمكن أن أحصل في نتيجة هذه الأخطاء التراكمية
على كلام بلاغي واضح وبين ومحكم مثلا، أم أن هذه الأخطاء ستقود في النتيجة لشكل مشوه؟ الطفرات أيها الأحبة لا يمكن أن تؤدي إلا لمخلوقات مشوهة، لا يمكن أن تؤدي لهذا الجمال. انظروا أيها الأحبة كيف يتوازن، انظروا حجمه صغير أمام حجم هذه، انظروا أيها الأحبة، انظروا كم حجم هذه الريش الذي يحمله وكم حجمه هو، انظروا هو ضيق جدا، انظروا كيف يتوازن ويحركها بحرية. يا أخي طيب دلوني على طريقة أقتنع بها أن هذه الطفرات العشوائية ولدت هذا الطائر أو ولدت هذا النظام البديع. لذلك كل من يقول إن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية، حقيقة هو لم يتأمل مثل هذه المخلوقات، هذه الكائنات البعيدة تماما عن أي عشوائية. هذا كائن له تصميم محكم وفريد من نوعه. يعني انظروا إلى بقية الطيور، لماذا هذا الطائر بالذات لديه هذه الميزة؟ هذا من صنع الله أيها الأحبة. الله تعالى دائما يضع لك أيها المشكك أيها الملحد لكي لا يترك لك مجالا أن تقول يا رب ما جاءنا من نذير، يضع لك بين هذه المخلوقات مخلوق مميز له تصميم فريد محكم يشهد على أن هناك من أبدع هذا النظام ليكون دليلا لك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وليست الطبيعة وليست التطور. لذلك أيها الأحبة يعني مثل هذا الكائن مثلا، عندما ننظر إلى هذا الإبداع الإلهي، عندما ننظر، انظروا أحبتي في الله، يعني والله منظر، يعني أنا حقيقة عندما أرى هذا المنظر أستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي قال الله خالق كل شيء، وقال عن نفسه بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، وقال عن نفسه عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. انظروا هذا التصميم الفريد لهذا الكائن أيها الأحبة له دلالات. أولا يدل على أن هناك نظام محكم يحكم هذا الكائن. يعني أنا حتى أستطيع أن أوازن جناحي طائرة، فقط جناحين لطائرة، يتطلب مني ملايين الحسابات وتكنولوجيا معينة لكي لا تسقط هذه الطائرة أو تنهار. ما هي الحسابات المستخدمة لموازنة مئات الريش هذه الطويلة التي تمتد ربما لأضعاف حجم الطائر؟ ما هي الحسابات الهندسية اللازمة لكي تتوازن؟ وما هي الحسابات التي تضمن لهذا الطائر أن تبقى، أن يحافظ عليها، وإلا ستتكسر بسهولة؟ تخيل أنك تمسك بعيدان طول كل عود بالنسبة لطولك مثلا 5 أمتار، تريد أن تجري بها وتأكل بها وتنام بها ولا تنكسر، هذا مستحيل أيها الأحبة. لذلك نقول إن وراء هذا الكائن مصمم عليم حكيم سبحانه وتعالى، هو الخلاق العظيم. لذلك الله سبحانه وتعالى، أذكر هذه الآية دائما أختم بها، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.